الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم وصباح الخير لكل من يتابعنا. اليوم تحديدا الأمور رح تتغير بشكل كتير كبير بالنسبة للطقس. في أمور تانية ممكن تتغير فيها، لكن بالنسبة للطقس لا تنغروا بالعامية بالشمس الساطعة وباللباس الخفيف، لأنه خلال ساعات النهار بحسب الراصدين الجويين وساعات المساء رح يكون في تغير كبير على درجات الحرارة ومنخفض جوي يكاد يكون حسب أيضا ما قيل الأقوى خلال الفترة القليلة الماضية. لكن كالعادة التفاصيل مع المختصين، واليوم ضيفنا العزيز الأستاذ أيمن المصري مدير موقع طقس فلسطين رح يبلغنا عن كل التفاصيل. أسعد الله أوقاتك. أسعد صباحك أبو العز. حياتي، كيف الحمد لله رب. يعني زيك مخفف. ما عشان بس جاكيت بالسيارة. خلال ساعات لمتى رح يكون في هذا الاستقرار؟ يعني بس ساعات قليلة، يعني ساعات فقط قليلة، يعني نتوقع خلال ربما ساعة ساعتين من الآن تبلش الأمور تغير شوية شوية، يعني تغير شوية شوية بحيث أن تنشط الرياح شوية شوية، تنخفض الحرارة بعد ساعات الظهيرة. طبعا النهار فيش نهار بسلامة خيرك، يعني النهار قليل، ولكن نتوقع إن شاء الله مع ساعات العصر تبدأ الأمطار بالهطول في المناطق الساحلية بداية والمناطق الشمالية بداية، ونتوقع يعني مع ساعات مع بداية الليل، يعني ربما على الساعة الخامسة السادسة الرابعة الخامسة السادسة تبدأ الأمطار تنتشر، ولما تنتشر إن شاء الله ستنتشر بقوة في كافة المناطق الشمالية والوسطى، ربما وصولا إلى يعني النقب الشمالي، حتى النقب الشمالي. كل فلسطين تقريبا، يعني ثلثين فلسطين، ثلثين فلسطين إلا النقب الجنوبي والنقب الأوسط أتوقع، والله أعلم، يعني حيكون يعني النقب الجنوبي مستبعد تماما، النقب الأوسط ممكن توصلنا بعض الزخات المطرية، لكن المناطق الشمالية والوسطى يعني شمال فلسطين وكافة أرجاء الضفة الغربية والله أعلم، وصولا إلى قطاع غزة إن شاء الله رب العالمين الأمطار ستكون قادمة وحاضرة هذه الليلة. هو منخفض جوي سريع، إحنا كل منخفضاتنا هاي السنة يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، إن كلها منخفضات سريعة. نتوقع أن يكون منخفض سريع، وهذا المنخفض الجوي يعني ذروته حتكون حوالي 6 ساعات، ولكن فرصة الأمطار حاضرة ل12 ساعة أخرى، يعني حتى صباح يوم الغد هاي الأوقات من يوم الغد تبقى فرصة الأمطار حاضرة، يعني نتحدث عن ما نعبين 12 إلى 18 ساعة تقريبا، ولكن ذروته حوالي 6 ساعات تحديدا هاي الفترة الليل. بالليل هاي الليل حتى ربما الساعة الثانية أو الساعة الثالثة من فجر يوم الغد، هاي الفترة هي ذروة تأثير هذا المنخفض الجوي، وإن شاء الله بعد ذلك يعود الجو للاستقرار. لكن وتحت كلمة لكن نحط 20-30 خط، إنه لا، الجو البارد سيعود من جديد، يعني هذا اللبس اللي إحنا لابسينه أنا وياك الآن بنفعش، خلاص هي السترة قاعدة بالسيارة، بعد ساعتين زمان خلاص بنلبس السترة وبدنا ننتقل لبسنا، والليالي القادمة ليالي باردة وانخفاض كبير على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا سألت أكثر عن الأمطار، هل في أرقام معينة متوقعة لهذا المنخفض، وهل في أرقام بشكل عام مش عن مهب الاستواء؟ يا بي، لو أن هذا المنخفض يعود ل 24 ساعة أو يعود لهيك يومين كان من عيد وكان من الدلال، يعني من عيش الدلال الحقيقي، الواحد بشعر حاله أنه شبع، ولكن كما ذكرت عدة ساعات، يعني نحكي عن 5-6-7 ساعات، يعني ممكن ذروته معناها ممكن يكون في عنا ساعتين ثلاثة ذروة، يعني مطر غزير، ولكن لو كان عاد يومين 3 أيام كان نتكلم عمان عن كمية أمطار ممتازة، ولكن لقصر مدته أعتقد أنه بعض المناطق قد تصل فيها كمية الأمطار إلى 30 ملمتر، يعني خلال ساعات قليلة، هذا يعني مطر ممتاز طبعا بمفاهيمنا إحنا، يعني بمعدلاتنا إحنا ببلادنا 30، يعني عند الآخرين بعض الدول يعني 30 ملمتر، بقول لك أعوذ بالله، يعني بتذكر من حوالي شهرين في إحدى الولايات الأمريكية خلال 6 ساعات 400 ملمتر خلال فيضان، يعني طبعا كارثه، هاي بتكون كارثه الله يبعدنا عنها، ولكن احنا نحب يكون عندنا 50 و60 و70. هل في اي مؤشرات انه احنا صرنا بالعميه نهايه السنه شهر 12 لساتنا ما دخلناش بالشتاء بشكل قوي؟ في مؤشرات ان شاء الله تكون مبشره، يعني ان شاء الله رب العالمين، يعني احنا الان يعني هو اصلا استمرار النشاط، انه احنا كل 3-4-5 ايام تجينا حاله مطريه حتى لو كانت قصيره، يعني الريحه ولا العدم، يعني سنسوله دايره ولا نهر مقطوع، ولكن انا بتوقع ان شاء الله انه الشتاء لم يبدا بعد، انا بتوقع الشتاء يبدا هذه الليله، يعني هذه الليله ستحديدا ستكون او بعد عده ساعات من الان بنصير بنقول يا بيي الجو اختلف كثيرا، وكلنا الان ناخذ صوره الان، يعني نلتقط صوره لهذا الجو الصباحي ونقارنه بعد 6-7 ساعات كيف بكون الجو، سيكون
يكون مختلف تماما. وهون رسالتنا برضه للناس اللي ممكن يتحركوا على الطرق الخارجيه، طبعا للي مروحين بالليل، للي مروحين، للي بروحوا بالليل بالخليل وبيت لحم وبنابلس وبرام الله وبكل مكان، بنقول لهم طبعا ديروا بالكم، ديروا بالكم كثيرا، لانه امطار قد تكون في بعض الفترات غزيره، يعني هناك غزاره في بعض المناطق وبعض المناطق وبعض الفترات بمشيئة الله تعالى. عشان هيك بدنا ندير بالنا كثيرا في الطرقات الخارجية، لأنه بتعرف لما يكون الدنيا شتاء يعني بتصير مدى الرؤية بتقل كثيرا. إن شاء الله خير، أملنا بالله. شكرا شكرا أستاذ أيمن، تحياتي لك على هذا الكلام الجميل والطيب. إذا المبشرات جيدة، مثل ما استمعنا هناك ذروة للمنخفض الجوي في ساعات المساء، وبالتالي هي رسالتنا من خلال وكالة جي ميديا للناس اللي بدهم يتحركوا في ساعات المساء ينتبهوا ويراعوا إنه في تغيرات كبيرة على درجات الحرارة وأمطار غزيرة، والمنخفض راح يستمر حتى ساعات الفجر الأولى. إلى هنا كل التحية والتقدير لكم مني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.